بيوت وأحياء مسحت بالكامل وتغيرت ملامحها. القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 10 أشهر يخلف دماراً هائلاً في جميع أنحاء القطاع. وكالة بلومبورغ كشفت أرقاماً صادمة عن الركام في غزة، حيث أن الغارات الجوية الإسرائيلية خلفت حتى الآن أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض، معظمها لمنازل، وهي كافية لملء خط من شاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة. تقديرات الوكالة أشارت أيضاً إلى أن إزالة الأنقاض ستستغرق سنوات عديدة وتكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار، هذا غير وجود قنابل غير منفجرة ومواد ملوثة خطيرة تحت الأنقاض ستعقد المهمة. الأرقام كشفت تركز نسبة الدمار الأكبر في مدينة غزة، حيث يبلغ تراكم الأنقاض فيها 15.4 مليون طن، تليها منطقة الشمال وخان يونس ومن ثم رفح، فيما قد تكلف إعادة بناء غزة أكثر من 80 مليار دولار. وتحت هذه الأنقاض عشرات آلاف من المفقودين الذين لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليهم بعد بسبب حجم الدمار وقلة الإمكانيات. أما فوق الركام فمأساة من نوع آخر، حيث لا يزال القصف الإسرائيلي متواصلاً، قتل أكثر من 40,000 شخص وخلف عشرات آلاف الجرحى، إضافة لانتشار الجوع والأمراض والنزوح المستمر نحو المجهول.